حنديروا هنا أجنحة تاع الدجاج، حنوظفوهم لنا كمقبلة، حنديروهم على شكل كينتاكي هادو. نعم، خاطر لا دانيير فوا خدمناهم على شكل كريسبي، دوك حنديروهم على شكل كينتاكي. لهنا حنديروا كانت أجنحة دجاج متبلين كانت، حنقدمهم مع الرز. وكذلك حنديروا موس تاع الجوزية اللي كانوا طلبوها لنا بزاف، ودوكا راهي طوندونس، ميم هو مشروع مربح اللي تقدر تخدمه في المنزل. مشروع مربح بيان سور. بيان وي، مافيهش ليزانغغيديون، مافيهش ليزانغغيديون ويخرج بزاف. نعم، نبداو هنا على بركه الله. عندنا لهنا اجنحه تاع الدجاج اللي لهنا اللي كنا غسلناهم مليح ونقيناهم مليح مليح، لازم يكونوا منقيين مليح. ومن بعد واش نديرو؟ نديرهم ان مارينا. لا مارينا تاعهم واش نديرو؟ عندنا لهنا علبه تاع ياغورت طبيعي، عندنا كميه كذلك تاع لهنا اعشاب عطريه، ملعقه تاع الزيت، وهنايا التوابل تاع الدجاج، توابل الدجاج اللي متواجدين في الاسواق. نعم، نمارينيهم مليح مليح. ومن بعد واش نديرو؟ نحكمو ان بابي كويسون، نحطوهم لداخل، نزيدو نديرو لهم بابي فيم، بابي الومنيوم، ومن بعد نفوروهم. هنا نفوروهم على باش يطيبوا لنا لداخل. دي فوا شتي كي نقليوهم من الاخر يتحمروا لداخل، يجوا شويه خضر. حنا لهنا نفوروهم، هذه طريقتهم صحيحه، نفوروهم مليح. ومن بعد كي نفوروهم هنا ما يشدوش هما وقت بزاف في الطياب ديالهم، كي نفوروهم نحوهم، نحضروا لهنا اون باتا بيني اللي حنقليوهم فيها. واش نديروا؟ عندنا كاس تاع الحليب، عندنا زوج ملاعق تاع الزيت، هنا نضيفوا لهم شويه توابل اللي درناهم كذلك، شويه اعشاب عطريه، شويه توابل الدجاج، نديروهم في هذاك لاباط تاعنا، ولهنا نخطروا لاباط تاعنا بالفرينه. ومن بعد واش نديروا؟ نحكموا هذوك الاجنحه تاعنا، نغطسوهم داخل لاباط بيني ونقليوهم. داكور. نعم، يجوا تما كي بدنا القرمشه ويجوا بنان ويكونوا طريين لداخل. نعم. نعم. باسكو هادو بوكو بلوس وصفات ديرهم في الصيف، كنحبوا غير نقليو حاجه خفيفه. وجناحتين يعني ولا الاجنحه بزاف ما بزاف ما نوتيليزيهمش هنا في المنازل، بصح كي ديرهم على الطريقه هذه تولي انت تحبهم، بزاف دوكا راهم يتباعوا وحدهم راهم يتباعوا. وي. نعم. نروحوا لهنا الطبق الثاني، الطبق الثاني اللي واش غنديروا؟ حنديروا اجنحه الدجاج كانت مارينين، حنديروهم لاخر يطيبوا في الفرن، وحنقدموا معاهم كانت التتبيله اللي حنديروها بالرز بالخضار كذلك. واش عندنا؟ عندنا لهنايا اجنحه الدجاج كما قلنا، ناخذوا لهنا ريسيبيون واش نديروا فيه باش نديروا المارينا؟ لا مارينا تاعنا واش نديروا؟ عندنا لهنايا وريقه تاع الرند وشويه تاع زعتره، عندنا 10 حبات تاع القارص، هنايا ملعقه تاع العسل، العسل هو يمدلنا هذيك لا دوغيغ في الأجنحة تاعنا، ما من الدجاج ولا كي تدهني بالعسل يمد لنا هذيك القرمشة ويمد لنا هذاك اللون الذهبي. عندنا شوية فلفل الكحل، كمية تاع العكري، شوية تاع الثوم. هنا درنا هنا خليط من التوابل، هنا درنا ماء ماريني، خلطنا بزاف توابل الداخل خاطر على الرز يحب توابل مليح. ولهنا درنا كمية تاع الزعفران، هنا حبات تاع الهيل، ولهنا عندنا حبات تاع البصل تقطع مكعبات. لهنا واش نديرو؟ نطيبوهم مليح. هنا الرز ديالنا كنا بعد ما كنا نقعناه في الماء لازم يقعد هنايا، نديروه كما نقولوا حنايا كاس تاع الرز، نديروا له زوج كيسان ولا ثلاثه تاع الماء يكون يغلي. ديجا هنا شوف نظاره كان النص ديجا راهو تنفخ وطاب لنا الرز ديالنا. صافي هنا ياخذ لنا شغل طياب ديالو، لهنا نصفيوه. بعد ما يدخل طياب الخضره تاعنا نضيفوا لهم هذاك الرز، نغطيوه ونخليه يطيب غير في هذيك الخضره. داكور. ومن بعد لهنا بعد ما تحمرت لنا لي زال تاعنا نديكوريو بهم بهذاك الرز ديالنا. يبان بنينه. سي اون روسيت ازياتيك هذه. نعم نعم، لهنا حضرناها لهنا بالاجنحه تاع الدجاج. صافي هنايا الاجنحه درنا لهم قيمه كبيره ودرتي لهم لي زيتوال. درتي لهم لي زيتوال نديم، تفضل. ربي يخليك زهره. احنا لهنا راح ناخذوا لهنا الموسى الجوزيه، خاطر كنا حضرناها العام اللي فات، بصح الناس مازال تحوس عليها. ما دوكاتيك راهي اون طوندونس، ما اللي يبيعوا لا تي راهم يبيعوها. صافي على دوكاتيك شغل وراهم ما خلاو والو، سكي سكري تلقاها والله، كل هذا السكريت نلقاها عندهم. حنا لهنا واش عندنا؟ عندنا لهنا باية تاع بيضة، بيض واحد تاع بيضة، نديرو له قرصة تاع الملح ونطلعوه أون ناش. صافي نطلعوه لازم بك لو ريسيبيون اللي نطلعو فيه البيض تاعنا لازم يكون ناشف، ما يكونش فيه شوية تاع الماء، خاطر كان يكون مندي ولا البيض تاعنا ما يطلعلناش وتفسد لنا الاخرى الوصفه تاعنا. عندنا لهنا بيض تاع البيض نديرو قرصه تاع الملح نطلعوه مليح اوناج. هنا نضيفوا له 150 غرام تاع العسل، اللي هي من الاحسن يكون العسل الحر، اللي ما عندوش العسل العادي هنا باش كيما نقول الواحد يختصر شويه دراهم باش يقدر يربح في المشروع ديالو. لهنا لازم واش نديرو؟ لازم العسل تاعنا نسخنوه، ما نخلوش يغلي بزاف، غير يبدا حيحسوا يغلي نحيوه على النار، ومن بعد نقعدوا توجور رانا نطلعوا في البيض تاعنا ونديرو قطرات بك تاع العسل هذا باش ما يطيب لنا
عندناش البيض صافي في راميزو حتى يطلع لنا كاع لا مستعنى طلع لنا لا مستعنى صافي ما فيها والو فيها غير بيض بيضه و150 غرام تاع العسل هذا معك ومن بعد لهنا عندنا لهنا الجوز تحب يديروا الجوز تحب يديروا اللوز تحب يديروا بيست كل واحد واش عنده هي اصلها مستعنى جوزيه مي كل واحد واش عنده موجود في البيض هنايا نديروا الطبقه الاولى فيها كميه تاع الجوز ومن بعد نديروا كميه تاع بلا بوش تاعنا نعمروا كميه تاع لاموس ديالنا نزيدوا كميه تاع الجوز ونزيدوا كميه تاع لاكريم ديالنا فوق نشبحوا بيان سور بحبه تاع الجوز قلنا لهنا اختي راح بيدير كاوكاو ولوز جوز واش عنده موجود في البيض